السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وانتوا ليه الحين قاعدين بس كذي بدون ما تسوون شيء؟ بعد وش نسوي؟ ما في شيء نسوي. اي صح، يعني شنو المطلوب منا نسوي؟ زين، على الاقل على الاقل قوموا تطوعوا وخلي يستفيد منكم المجتمع، وتستفيدون وتربحون دنيا واخرة. شلون يعني؟ اي صح، شلون تطوع؟ ترى وايد 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 فيه. اما اي واحد يقول انا اقدر اسوي هذا الشيء، ثاني يقول انت ما تقدر، مو انت اللي تقرر، انت اقرر ان انا اقدر او لا، لان هذا اللي احسن شيء. خلنا لا يوم نتحير، لازم النظرة تغير. حبيت ان اعرف على شخصيات لاعضاء الفريق عشان يعيشون هاللحظه ويتعرفوا عن انكور. كنت منسقة إدارية، شاركت بعمل مسرحي، كذلك شاركت في ترويج البضائع لدول العالم.